بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. فيديو جديد في الموضوع الجديد إن شاء الله ورناخده بالسي شارب. خلينا في البداية نفتح الفيجوال ستوديو. بدي أجي هنا أعمل كرييت بروجكت، بدي أختار الكونسول أب دوت نت كور، أهم شي يكون في سي شارب طبعا، هو هذا الخيار نختاره. بدي اختار مثلا اقول له اللي هو لاب مثلا 04، تمام. هاي هون بحفظ، اقول له مثلا كرييت، هاي هون انشاء المشروع، تمام. اول شيء بكتب لي طبعا بستخدم اليوزنج سيستم، حكينا عنها، هذه مهمه عشان اعمل طباعه على الشاشه. وهذه النيم سبيس اللي هو زي حاويه بتحتوي لي ملفات ومجلدات اخرى او نيم سبيس اخرى، اللي هو الملف عندي اسمه بروجرام، وانا ببدا في شيء اسمه كلاس. في عندي داله الاساسيه هذه اللي بقولنا اللي داخلها بتم تشغيل اي شغله في الكود، هنا بيعمل ايش طباعه على الشاشه زي ما شفنا، تمام. اليوم بدنا نتعلم شغله مهمه كتير، بس خليني انا قد اطبع جمله طباعه اكثر من جمله طباعه. مثلا بدي اقول له كنترول دي، كنترول دي بكرر الجمله، بتقفي على سطر تعمل كنترول دي بكرر الجمله. مثلا بدي اقول له هالو ساره، هالو عليا، مثلا هالو محمد، مثلا هالو علي، مثلا هالو ساميه. لاحظت كلها جمل تطبع تطبع اسمها، تطبع هالو وورد، هالو سارة، هالو مش عارف ايش. عملنا ران زي ما احنا شايفين. طبعا الحكاية هذه ممكن نعملها كلها في سطر واحد من خلال سلاش ان، بس انا بدي اشرح شغلة مهمة كتير، لان لو جيت هنا جيت عملت الحركة هذه صار الكود لونه اخضر. طب نيجي نعمل ران، لاحظوا هنا ما كتب ليش هالوورد، طب ليش هذه ما نفذهاش؟ شغلة مهمة كتير 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 في لغات البرمجة كلها بشكل عام، شغلة اسمها الكومنتس او التعليقات. لان لما نعمل على الكود هذا التعليق بالشكل هذا، بحط اللي هي حرف الظا بالعربي مرتين، حرف الظا تمام اللي جنب الشيفت بحطه مرتين، هذه معناها لما جيت لما بمسك الكود لما اعمل ران وبروح بترجمه للغة في عدة مراحل حد ما يصل لغة الآلة، هذه معناها إنه لو سمحت السطر هذا ما اترجمه، هذا السطر ما بدي اترجمه، عطله، تمام. في هذه الحالة ممكن أنا مثلا أقول له أنا ومثلا أقول له مثلا أكتب له أنا بالعربي هنا نكتب الكود، هذه بديش يترجمها، هذه بديش يترجمها، بدي اياها بس تكون هيك كتعليق مني انا كشرح، او مثلا كود انا بديش اياه، خلاص قررت اني بديش بدي اعطله، تمام. في هذه الحاله بقول له ايش هذه الاشاره، هذه معناها كمان مره الكومنتس معناها انه هذا لما اجي اعمل ران او انا اعمل اضغط على اشاره المثلث الاخضر هذا، معناها انه هذا الجزء امش، هو البرنامج بيمشي هيك تسلسلي، خلاص غطي عن هذه ما تشوفهاش، ما تشوفها ازاي كانها مش موجوده، امشي على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده وهكذا، تمام. طب احنا ليش بنلجا انه نعطل الكود؟ احيانا في كود مثلا جزء من الكود بدي اخليه فقط هيك للشرح، او بدي اعمل فحص لشغله معينه، او مثلا انا بدي اكتب شرح معين، بقول له مثلا هنا الكود، بدي اقول له مثلا هنا نرحب بسامي، مثلا انا اقول له كمان هنا هنا نرحب بساره، اقول له مثلا هنا هنا ارحب بعلي وهكذا. نجي نعمل الان شغل، لاحظوا الاشياء اللي كتبتها في الكومنت لا تظهر في الكود، لا تظهر في الكود، ودايما بميزها باللون الاخضر، تمام. بس في عندنا شغله مهمه، لان في عندي نوعين للكومنت. لاحظوا انا في عندي سطر واحد، لو نزلت تحت هنا وكتبت له مرحبا ساره مثلا، وقفت شوي استنيت، هيعطيني ايرور.
ليش؟ لأنه بحكي لي هذه الإشارة فقط بتضل بتعطل الكود إذا كان في نفس السطر اللي أنا واقفة فيه. يعني إذا كتبت أنا ضلتني كاتبة من هلا لبكرة، المهم تضلني في نفس السطر، تمام؟ هيك مش مشكلة. هذا كومنت فقط على مستوى السطر الواحد فقط. خليني أنا أحذف كل هدول عشان ما تتلخبطوا في الشرع. هذه حكيت لكم، هذه معناها كومنت، هذا كومنت أو تعليق للكود على مستوى سطر برمجي واحد فقط. لو عملنا هنا run، لاحظوا هل ورد ما طبعهاش. طب لو عملت كتبت هنا هيك عادي، كل هذا بتعطل. ليش؟ لأنه في سطر واحد. طب لو أنا قررت بدي أعطل أكثر من سطر، بسيطة، بس بقول له زي هيك، بقول له زي هيك حرف الضاد بالانجليزي، لازم تكون اللغه بالانجليزي لما تكتبوا حرف الضاد، مش ضاد تكتبوا بالعربي، لا في الانجليزي لازم تكون اللغه. وباجي بنزل تحت بدي اعطل مثلا هدول الثلاث اسطور وبعمل ران، لاحظوا لقيت المفروض يكتب لي بس محمد، هلا محمد وهلا سامي. فعلا كتب لي هلا محمد وسامي، بس قال لي انت ما نقول بدك تضلك على كل سطر سطر وتجي تقفي وتضلك تحطي تعليق تعليق تعليق. قولي لا، في نوع ثاني للتعليقات في السي شارب، اللي هو لو انا بدي اعطل اكثر من سطر دفعه واحده، بقول له بس بمسح هذا، خلينا نمسح هذا عشان تفهم الاول، بس بحكي له الحركه هذه. طالما مثلا بدي اعطل اول ثلاث سطور هذول بديش اياهم ترجمهم، بديش اياهم شوفهم، خلص بدي احطهم بدي اعلقهم. يعني بدي اقول له بس باجي على بحط سلاش اللي هذا اللي عند الارقام، بحط له سلاش اللي عند الارقام، تمام. بعدين بكتب نجمة، لاحظ علق كل اللي تحته. لازم اسكر التعليق هان، بقول له هان ايش بعدين نجمة سلاش، يعني اول شيء بقول له سلاش نجمة، هذه يعني بدي اعلق اكثر من سطر. طب ليش بدك تخلصي؟ بقول له بدي اخلص عند نجمة سلاش، لازم اسكر التعليق ولا الا غير يصير ايرور. شايفين هلا صار عندي طلعوا الاحمر، لما يجي احمر هان ويجي هنا عندي احمر معناه انه في ايرور، طلع في احمر، فلا لازم افتح التعليق واسكره. ليش؟ طب هو اجى الايرور لانه هذا التعليق بيشمل اكثر من سطر، يعني بقدر من خلال سلاش نجمه اللي هي السلاش اللي عند الارقام يا صبايا اللي على مستوى اليمين على الجهه اليمين في الكيبورد، وبعدين بقول له نجمه سلاش، هذه معناها عطل لي الثلاث اسطر هذول. طب لو بدي اعطل اربع اسطر ببساطه بقول له هنا بلاش، ما هي هان بخليها هذه بس غير ايش غير بس يفعل لي اللي هي هلو سامية. نيجي نعمل ران، لاحظوا كتب لي بس هلو سامية. طب ليش ما طبعش الباقي؟ لانه خلاص معطل. هنا لما اعمل ران اعملها من هان ما بشوفش هذول، خلاص بغطي عليهم زي كانه مش شايفهم. هذا الكومبايلر الاشي اللي لونه بالاخضر هاد ما بشوفه، الكومنت ما بتطلع عليه، يعني بتجاهله بعتبره نكره، تمام. اذا في حكينا عندنا سنجل لاين كومنت اللي هو كومنت على مستوى سطر واحد فقط، يعني زي هيك مثلا اقول له هنا، اقول له هنا الكود يكتب على مستوى سطر واحد فقط، لو جيت نزلت تحت وكتبت هان كلام غلطتني ايرور، تمام. هي واجهه في اللون الاحمر ايرور. ليش؟ لانه هذا فقط على مستوى سطر واحد. طب لو انا بدي اكتب هذه الجمله او هذا الكلام مثلا بدي اقول له هان هذا مثلا طلعوا عادي. ليش؟ لانه هذا الكومنت على مستوى اكثر من سطر، على مستوى اكثر من سطر فعادي، تمام. لكن لو اجي اقول له تحت هذا واقول له اكتب هان، لا، لانه هذا بس على مستوى اكثر واحد. هذا بالنسبه للكومنت. طب لو جيت فوق، لو بدي اعطل ايش فائده الكومنت؟ قبل الكومنت من خلالها بقدر اعطل كود معين، مثلا كود قررت انه خلاص بديش اياه بس بدي اخليه في الكود تبعي، ممكن ارجع له مستقبلا فبعطل الكود. او ممكن انا عملت شغله بدي اشرحها مثلا للطالبات، فبكتب شرح في الكومنت، في الكومنت بكتب شرح او بعطل كود معين، تمام. فبكتب لهم هنا مثلا، هنا مثلا بدي اقول لهم هنا موضوع الدرس اليوم شرح موضوع التعليقات بالسي شارب. خلاص هيك لما يفتحوا الصبايا الملف غير يعرف انه هذا شرح لكذا كذا كذا، اذا هو بيساعد على الشرح وبعمل لي تعطيل لكود معين لو انا بدي اعطل. طب لو قررت اعطل اليوزنج سيستم هاي طلعوا بدي اعطلها،
طبعا بتعطلوها لازم يكون لغة انجليزي. وبعد تحطوا ضاضة او ممكن تحطوا من عند الارقام في اشارة هذه. تمام، لاحظوا هنا بعطيني ايرور. ليش اعطاني ايرور هان؟ لانه حكينا هذا الكونسول بجيبه من النيم سبيس اللي اسمها سيفت سيستم، لكن لما عطلت النيم سبيس انا لما عطلت بطل هو شايفها. هذا دليل على انه لما نعطل الشغله ببطل يشوفها، فضروري جدا جدا اقيم هنا التعليق. تعليق هنا خلاه يتجاهل هذا، فاجى هنا بقول انا مش شايفها، انا مش شايفها. طب انا كاتبها فوق، فعلا كاتبها لكن انت معطلها. تمام، فلازم نقيم اشاره اللي هو التعليق، فهيك صار اشوفها عادي. تمام، فاهم؟ بتكتب له شرح، بقول له ها تعليق على مستوى سطر واحد، انا بدي اقول له تعليق على مستوى اكثر من سطر. تمام، هذا بالنسبة للتعليقات. بتمنى تراجعوا الموضوع وتعطوا نفسكم عليه تمارين، وبالتوفيق إن شاء الله. أشوفكم في الأوقات، مع السلامة.